السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمر، دعمي بلايك واشتراك جزاكم الله عني خيرا. مواقيت الصلاة ليوم الخميس 18 من أغسطس 2022، الموافق 20 محرم 1444 هجرية. يؤذن الفجر في 3:51، الشروق في 5:24، الظهر في 12:01، العصر في 3:35، المغرب في 6:30، العشاء في 7:56، في القاهرة بإذن الله تعالى.